71 800 814 نذكر به مره اخرى، هذا هو رقم هاتفنا. الموضوع على ذمتكم طبعا يوميا الاثنين للجمعه في مختلف فقرات واركان البرنامج، وخاصه الان في المباشر، لانه معنا في فقره ديما لاباس الاسبوعي القاره الدكتور علي خوجه المختص في المدوات بالتغذيه ورئيس الجمعيه التونسيه للميكروبيوتيك. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. بالنسبه لموضوع الطاقه الحيويه باش نوصلوا فيه، طبعا بدينا في المحور هذا من الاسبوع الفارط، ولكن استجابه لطلبات المشاهدين اللي اتصلوا بنا عبر البريد الالكتروني البريد العادي والهاتف، باش نحكي شويه على عسل المروبيا. كنت تعطينا لمحه صغيره قبل تمرير التحقيق. يعني ذولي العسل اللي خذاه حضره مش مشكل. أيه. احنا تو في موسم عسل، مازلنا في الربيع. العسل المروبيا بالذات حاجتين واحد يتفكرهم، هو باهي للسكر وهو باهي للضغط الدم. للسكر والضغط الدم؟ وضغط الدم. وبالنسبه للطاقه الحيويه قلنا اليوم مش نحكيو على قنوات الامتصاص للطاقه الحيويه. المره الاخرى في الحصه الفارطه حكينا على شنية الطاقه، واللي الطاقه الحيويه اساسيه بالنسبه للحياه الانسان، واللي الطاقه الحيويه هذه في الخمسه قرون هذه طاحت ب 50%. توا باش نحكيو كيفاش نجمو كيفاش البدن نتاعنا يتمتع بك الطاقه الموجوده به. جبت صور نجمو نعديوهم، مجموعه صور على موضوع قنوات امتصاص الطاقه الحيويه، توا يمكن يتعدوا تباعا. بالنسبه للقنوات نتاع الامتصاص هذه الصوره الاولى. ماهيش ماخوذه بكدا، مش مشكل. اللي صار عندك صورة توريك وانه الانسان جسد مادي وطاقة، والطاقة نجمو نصوروها كما تشوف عبارة على هالة دايرة بالجسد. والطاقة هذه فيها دي شاكرا، فيها مراكز متاع طاقة، لكن نقطتك الفاتحة شوية. في الوسط التصوير الوسطانية ما بين قوسين هذا ولدي ريان، صورت له الطاقة نتاعو. هاك الأخضر هذاك، هاك الأخضر هذاك الطاقة الحيوية نتاع ريان ابنك. أيوه يعيشك. والطاقة كما قلت لك فيها دي شاكرا، والشيف دوركستر نتاع دي شاكرا هو اللي تشوف فيه قائد الفرقة مع المايسترو. أيوه الشاكرا التاج يسميه، هاك البهرارة الفوقانية بالكل اللي فوق الرأس هذيك بالضبط. على اليمين الصورة الثالثة تشوف الشيما، معناها صورة كيفاش صورة مجسمة كيفاش لي شاكرا هذوما المراكز الطاقة كيفاش هما بطئ، هما موجودين على 10 سنتي من الجسد نتاعنا، على بعد 10 سنتيمتر، على بعد ايوه 17 سنتي، اما هما باتصال بالجسد نتاعنا، معناها ياخذوا الطاقة. هي عبارة على كيفاش يقولوها، عجلة تاخذ الطاقة معناها من المحيط نتاع الانسان، من المحيط نتاعنا، وتدخلوا الجسد نتاعنا تاخذ طاقة نظيفة، وتخرج الطاقة السلبية اللي تلوثت من الجسد نتاعنا للبر. وعلى اليمين بالكل الصورة الأخيرة ميساج كان نرجعوها حبيت نوري، هو عندنا قرابة 80,000 شاكرا في الهالة نتاعنا، في البرارة هذيك، في المحيط هذاك اللي صورناه في الصورة الثانية من اليسار اليمين أو الثالثة من الأخرانية. لا تو الأخرانية الرابعة. لا معناها نقصد على الهالة الخضراء هذيك، الهالة الخضراء هي هذيك الطاقة اللي دايرة بنا، اللي هي على بعد 10 سنتيمتر من الجسد. أيوه. وعندنا قرابة 80,000 شاكرا بالطبيعة. هذا التهمية هذه تطلق على قناة امتصاص الطاقة، هكا نقولوا شاكرا. شاكرا مربوط بقناة أساسية معناها برانسيبال، هي معناها بالشاكرا، الشاكرا مربوط بقناة أساسية بقناة صغيرة. تقريبا 80,000. 80,000 80,000 بصفة عامة، أما ثم أهم شاكراوات هما أهم قنوات امتصاص الطاقة. أيوة. هما على عدد سبعة. سبعة في الجسد، في جسم الإنسان. إلى آخر شاكرا القلب إلى آخره. هذا كي قلت القلب دكتور، شنو آخر من قنوات الامتصاص؟ ثم الشاكرا الأولاني بالكل، هو الأهم واحد هو شاكرا التاج، وبعد التاج يعني فوق الرأس. بالضبط. وبعد ثم شاكرا نتاع الجبين. ثم اللي يضيفوا لك زاد شاكرا دولاجنا. بين العينين. بالضبط.
الصيفة يظهلي الناصفة بالعربي تقريبا حاسي. وبعد ثم الشكرة متاع الغصة متاع الغدة الدرقية، الغدة الدرقية. وبعد عندنا الشكرة متاع القلب يجي في الوسط، وبعد عندنا الشكرة متاع المعدة، وبعد عندنا الشكرة متاع الهراء الوسطاني متاع معناها البطن، وبعد عندنا الشكرة متاع البأس اللي هو طبيعي قاعدة القدمين متاع الإنسان، وهذوما كلهم مربوطين ببعضهم. هالقنوات متاع الامتصاص هذه كيفاش تقوم بوظيفتها بالضبط، وكيفاش يعني عبارة تنفع للإنسان معناها؟ هي عبارة راهو نتعلموا احنا، عملنا كيفاش يقولوها، عملنا تربص نتعلموا حتى كيفاش نقيسوا الشكرة إذا كان هي كبيرة ولا صغيرة، وإذا كان دور بزيد ولا ما تدورش بزيد. إذا كان كبيرة يعني هذه حاجة إيجابية، العكس لازم كل خير الأمور الوسط. الوسط بالضبط، هذا ديما تركز عليه الدكتور فقط. كلها لازمهم يكونوا متوازنين، فهمت؟ مثلا نعطيك مثال، ثم شاكرا اسمه المين ماين، كيف يبدا يخدم بزيد الانسان يولي عنده ضغط الدم، لازم ننقصوا فيه، فهمت؟ لازم ديما ثم التوازن. الور البدن يمتص الطاقه عبر لي شاكرا هذوم، يمتص الطاقه عبر التنفس، وماذا بينا نشوفوا الصوره المواليه. ايوه الثانيه هذه امامنا الصوره المواليه ولا لا دكتور؟ باهي هذايا باه مش مشكل هذايا، ربما كان فما امكانيه نرجعوا للصوره اللي قبلها ميساج نعلقوا على هذايا. حبيت نوري كونه عبر الشاكرا الداج وقت اللي نتاملوا ولا وقت اللي بعد الصلاه، ثم شفتي الصوره الوسطانيه، الشاكرا الداج هو مربوط بالشاكرا نتاع الانامل، معناها كيف نقيسوا الشاكرا الطاقه في الانامل نعرفوا كيفاش الشاكرا الداج يخدم. اللي الشاكرا اللي هي قناه امتصاص، خلينا نقولوا قناه امتصاص الطاقه دكتور، تنجم مراكز امتصاص او مراكز امتصاص الطاقه. على اليسار، على اليسار ثم الكدوره هذيك تشوف اللي الهاله الخضراء هذيك، تشوف اللي مركز نتاع امتصاص الطاقه ضعيف شويه، وبعد التامل تشوف كونه هو كبر شويه، معناها التامل يقوي في الطاقه، يقوي في الطاقه الحيويه للانسان، للانسان كيما الصلاه، كيما الصلاه، كيما كل حاجه خير تعملها الى اخره. وعلى اليسار حبيت نوريك هذاك يوجي، معناها واحد يعمل يوغا، يوغا قد ما يمارس اليوغا بالضبط، قد ما يعمل يمارس اليوغا، وقد ما كما مدام دليل غريان طبعا قد ما الطاقه نتاعنا تتعدل، فهمت؟ تزيد او تتعدل دكتور، تتعدل وتزيد، تتعدل وتزيد، تتعدل اذا كان ناقصه وتزيد وتزيد، وقت اللي تزيد الطاقه نتاعنا تولي في البرفورمانس نتاعنا، اي القدرات نتاعنا. هذه الصوره كيف كيف حبينا نعلقوا عليها، هذا ولدي الاولاني، فهمت؟ صورته قبل ما يتنفس وصورته بعد ما يتنفس، الصوره الوسطانيه بعد ما تنفس، شوف كيفاش وقت اللي قبل التنفس، يعني الصوره اللي على ايسر الشاشه. ايوه شوف كيفاش بعد ما تنفس الطاقه نتاعو تعدلت وخشن، وخاصه طاقه التاج اللي هو شيف دوركستر نتاع الطاقه تعدلت وكبرت بالكدا. على اليمين الصوره اللي على اليمين الاخيره هذيك، فهمت؟ لحظه برك، شنو تجسم الصوره هذيك؟ الصوره بك هذيك تجسم، فهمت؟ برشا من اللي هوني باش يفهموني، تجسم كونه وقت واحد يتكيف سيجاره، يدخن سيجاره، يدخن الطاقه نتاعو تطيح، والطاقه نتاعو تطيح بصفه كبيره، بصفه كيما تشوفها واضح بصفه قداش، ومعناها ايميديتمون بالوقت بالوقت. تو الصوره اللي بعد هذايا معناها عبر التنفس، كيف نقول لك التنفس معناها التمرين وكل هذاك يزيد في في الطاقه، في الطاقه الحيويه نتاع الانسان. ايوه تو الصوره الاخرانيه، ايوه هذايا نجموا نزيدوا في الطاقه عبر الماء اللي نشربوه والماكله اللي نشربوها. شفت الماكله اللي ناكلوها دكتور؟ الماكله اللي ناكلوها شفت شي اكل المربع اكل الازرق هذاك الاولاني بالكل على يدك اللي على اليسار، ايوه هذاك فيه حبيبات بيض الحبيبات هذوما وقت اللي الماء يبدا فيه شويه طاقه اكل الحبيبات كميه صغيره، وكل ما يبدا فيه بزايد طاقه ممغنط نقولوا احنا مانيتيزي لي موليكول دو يكونوا يجتمعوا مع بعضهم ويمتصوا الطاقه ويوليو هما بيدهم يعطيو الضوء ويعطيو فك وقت اللي نشوفوهم بالمجهر الكبير يعطيو هك المشهد هذاك. شنو نقولوا على تناول الماء ولا شرب الماء؟ كونه وقت اللي الماء هذاك التصويره الثانيه الباحث اللي عمل هالبحث هذا هو باحث الماني جرب بالماء نتاع منشد نتاع مدينه مونيك، يعطيك الصحه، شاف اللي كونه وقت اللي واحد يشرب ماء الحنفيه نتاع مدينه منشن الطاقه نتاعو تطيح بالوقت، بينما وقت اللي يشرب ماء ممغنط الطاقه نتاعو تعلى.
ماء ممغنط يعني مانيتيزي. مانيتيزي مانيتيزي يعني معالج، معالج بماتريال سبيسيال ان شاء الله، بمواد بمواد خاصه. هذا منصوح، لا مش مواد، بماتريال معناها آلات. هو اسطوانه، هو اسطوانه يعني آله خاصه، آله خاصه، آله خاصه، آله خاصه. هل الماء هذا منصوح به والا شنو؟ والله الماء هذايا الممغنط، الماء هذا الممغنط هو وقت نشوفه دينوميناتور كوما نتاع الامراض القاسم الكل، المشترك. القاسم المشترك نتاع الامراض الكل في الخلية الطاقة تطيح، ديفيرونس دو بوتونسييل يعني انخفاض مستوى الطاقة، هو القاسم المشترك في الأمراض الكل، الأمراض الكل، أمراض نتاع حساسية نتاع ضغط الدم نتاع السكر جميع الأنواع تقريبا. الأمراض الكل. شنو فايته الماء؟ والماء هذايا يعدل الطاقة، يعدل الطاقة، تكون طايحة 10 15 تولي ترجع 70 90. وهذايا ثم الباحث هذايا بارك الله فيه ألماني وما بين قوسين الألماني ياسر تقدموا في في الميدان هذايا، وثم انستيتيو ما نستحضرش الاسم نتاعو، معهد طبي معناها، معهد مختص كان في الطاقة. فهمت؟ الطاقة الحيوية اللي هي الحيوية. موضوعنا محورنا اللي بدينا فيه الأسبوع الفارغ فسرناه، واليوم دخلنا في قنوات الامتصاص للطاقة الحيوية. وصلنا لنحب نكونوا عمليين شوية دكتور. كلمة الأخرانية برك ما يصيرش، لا مازلنا مع بعضنا حتى البرنامج خارق العادة. قلنا دونك فوالا هذاك، قلنا دونك الماء كيف نشربوا ماء عادي الطاقة نتاعنا تطيح نسبة صغيرة، كي نجيبوا ماء ممغنط الطاقة نتاعنا تتعدى. هذيك اكل اكل علي اللوطة وعلى اليسار، هذيك الحبة اكل اللي نشوفوها المجموعة الثانية من الصور اللي الثانية وعلى الصورة الأولى على اليسار معناها. هذيك لي موليكول دو وقت اللي يجتمعوا ويمتصوا الطاقة يوليو يعطيو، ايوا يوليو يعطيوك الطاقة هما، فهمت؟ وقت اللي احنا نمتصوا هاك الحبيبات هذيك هاك لي ستركتور اللي تكونوا المكونات باش يرجعوا دي موليكول ويرجعوا هاك الطاقه. هذا بالنسبه للماء دكتور، قلنا الماء الممغنط يعدل الطاقه. وبالنسبه للماء ربما يتبادر سؤال للذهن المشاهد يقول الماء العادي نتاع الحنفيه والماء المعدني والله ما فيهمش فرق؟ ما نحبش نحكي على الماء المعدني، اما نحكي على الزواوله كما يقولوها اللي يشربوا الماء الحنفي عموما صفه عامه. أيوة. اللي يشربوا الماء الحنفي ولو انه في تونس بارك الله الناس كل تشرب الماء المعدني تو في الاخر. ننصح اللي يشرب ماء الحنفيه كيف يعديه كما جدودنا كانوا يعملوا، كيف يعديهم القله، راهو القله لارجيل كويت هي عندها نشاط الطين يعني المصنوع تاع القله عنده طاقه خاصة إيجابية إيجابية ويعطي مهمة مهمة جدا المعلومة هذه. ما خليتنيش نعلق على تفضل علق تو علق حبيت نسألك على الموضوع الماء. فهمت؟ دونك ننصحوا معناها بصفة شديدة كونه نرجعوا للماء القلة راهو باهية خاصة الماء، ولو حتى واحد يبدا رضيع ولا صغير ولا معناها طفل صغير ولا حاجة راهو الماء القلة باهية. حاجة أخرى ومازال كيف سيد الرئيس البارح قالوا لي دشن طبعا اليوم الوطني للفلاحة، الفلاحة غير ضيعة بيولوجية في البطان. بالنسبة للأكل اللي ناكلوه يكون بيولوجي تكون عنده طاقة كبيرة. دونك قد ما ناكلوا حاجة فيها طاقة قد ما الجسد نتاعنا باش يولي ثري بالطاقة، قد ما تتعدل الخلايا نتاعنا من الطاقة قد ما المرض يبعد. والعكس كيف ناكلوا ماكلة مصبرة وميتة متعدية كما قلناها المرة الأخرى من ميكرو أوند، كل الطاقة نتاعنا باش تطيح، وهذا باب مفتوح للأمراض. المرة الأخرى نصحنا بعدم استعمال الفرن هذايا نتاع الموجات الصغيرة برشا هذايا بين ظفرين الميكروويف أو الميكرو أوند، نصحنا بعدم استعماله بتاتا. نجم نحكي حاجة؟ تفضل دكتور. توا ثلاثة أيام مشيت للمستشفى. أيوة. عرفت فرمي قال لي ملي شفت ممرض يخدم معايا كان، قال لي ملي شفتك الصورة اللي وريتها اللي النبتة تسع يوم تموت، قال لي حكمت على المرأة باش تطيش. هل الفرن هذايا اللي بالموجات الصغيره برشا الميكروويف ولا الميكرو اوند. قلنا دكتور بالاضافه الى الماء ننصحوا بالماء قلنا في القله. أيوة. ثمش معطيات اخرى توفر يعني كميه الطاقه الضروريه لتعديل خلايا الجسد عبر قنوات الامتصاص هذه اللي ذكرتها واللي قلت هي تقريبا 80 ألف لكن فما 10 مراكز رئيسيه. ايوه سبعه
سبعة هما بصفة عامة سبعة، من نجم نقولوا حتى ثم 12 ثم 11 حكينا فيهم المرة الأخرى، ما باش نزيدوا نحكيوا المرة الجاية. وقت اللي نرقدوا في الليل ماذا بينا نرقدوا، بما أنه احنا كما شفتوه قبيليك الجسد عندنا حق الكهرومغناطيسي، نوجه الحق الكهرومغناطيسي نتاعنا اللي هو عنده شمال وجنوب، كيف نوجهه عبر الشمال نتاع الأرض نتمتعوا بالطاقة نتاع الأرض. شكرا لك دكتور، أكيد باش نوصلوا في نفس الموضوع في المحور نتاع الطاقة الأسبوع المقبل في فقرة ديما لاباس. نقول لكم بقيت مشاهدة طيبة وممتعة لبرامج قناة تونس 21، إلى اللقاء غدا في كلام صحيح.